يا عم انت فاكرني سايح عمال تلففت في البلد؟ انا تعبت يا ابو بطه. اصبر تنول ما تريد، الله دي الخطه، شغل محترفين. يا عم انا من ساعه الجاكوزي المعفن اللي انت حمتني بيه ده انا مش طايقك، بقول لك انا مش مرتاح لك والله العظيم. بس انا مرتاح لك. يوه اقف. وفي لا قطه ولا كلب؟ مش عاوز حد يحس بحاجه. اصبر عني يا عم، مفيش مع بوط حاجه اسمها غصب عني. انا دايب الشغل مع الواد. الواد؟ يا ريت نحترم بعض شويه. ها سيب البادي بتاعي. اسمع يا خسيف، انت هنا في ملعبي، يعني انا اجيب الجون وانت تقول هي ايه؟ ايوه هي. ماشي يا ابو بط، ارغي نخرج من هنا. بس اول بدايه الخطه لازم نشوف العيال فين. نعم إيه؟ يعني انت ملففتني البلد ومحميني بالماء المعفنه وبتقول لي العيال فين؟ العيال فوق. فوق فين؟ اوعى انا اللي خاطفهم وعارفهم. يا عم اتعرفت عليهم حبايبي. يا نهار اسود، ده في خزانين جوه. اوعى ولا يهزني، انا ببطه وكل جته ليها عندي ملكه. يا عم اوعى كده. هنعمل ايه في العيال دول؟ مجدي بيه اتصل وقال اول ما امهم تعمل محضر بضاعه العيال هنسيبهم. يا ولاد الكلب. استنى راح لفين؟ الحال جوه. لا اعمل ايه، ما تجيش كده، اصبر شويه. اصبر ازاي؟ في غير الاثنين الرجاله اللي انت شفتهم، راجل ثالث انا شفته وانا جايب العيال. ان شاء الله لو في 10. استنى هنا، ما تبطل بقى شغل الهوات ده. هوات؟ ايوه، اتفرج على الاسطوره يعمل ايه؟ اسطوره؟ ايوه انا اسطوره. خلاص خش. اتفرج على شغل المحترفين. يا قوي. اثنين محترفين. استور. مين اللي بعتك يا؟ سيب البادي بتاعي يا، وش قدامك اضرب. لا امسك البادي احسن. مين اللي بعتك يا؟ كده خطين عليكم. شفت اخرة البي بي عمل فينا ايه؟ فكني يا سيف. حاضر يا عم سيف. وانا يا سيف فكني كمان يا سيف. اسطورة. استرني، انا داخل على جواز، الظاهر ان انا قطعت الخلف.